بنيت هذه الحلقة على النصوص الجنائزية الواردة في كتاب الخروج في النهار كتاب الموتى، خصوصا ما ورد في الفصل 125 للكاتب والمترجم شريف السويفي. فصل المحاكمة. أما عنوان الفصل الأصلي فهو ما يقال عند دخول المرء إلى قاعة العدالة المطلقة وتبرئة نفسه من كل فعل مشيء. الرسم المصاحب للنص يضم شخوص الأسطورة الأوزيرية. هورس يقدم المتوفى هونفر الأوزير الجالس على عرشه، خلفه زوجته إيزيس والأخت نفتيس تحميانه، ثم مشهد وزن قلب المتوفى الموضوع على الكفة اليسرى، وعلى الكفة اليمنى ريشة معات ربة الحق، وإنوبيس يراقب مؤشر الميزان، وتحوت يدون النتيجة، وتنظر له مفترسة القلوب بانتظار النتيجة، ففي حالة عدم تساوي الكفتين سوف يلعن المتوفى وتقوم بافتراس القلب، وهي حيوان أسطوري برأس تمساح وجسد أسد ومؤخرة فرسنة. وفي أقصى يسار المشهد نجد أنوبيس يقود المتوفى لقاعة العدل معاته، وهي مثنى معت، أي معت للأرض ومعت للعالم الآخر، معت للوجه القبلي ومعت للوجه البحري. وهناك تفسير آخر بأن وجود معت في صورة ثنائية دليل على العدل المطلق. في أعلى الرسم نجد صفا من الآلهة يشكلون جنبا من الآلهة الاثنين والأربعين الذين يمثلون أقاليم مصر. يبدأ المتوفي فور دخوله للقاعة حديثه بالتوسل لقلبه بأن لا يكون شاهدا عليه، وأن الفعل يطابق الكلام، ثم يوجه حديثه لأوزير وفيه ينفي عن نفسه القيام بالمعاصي التي لا يرضى الرب عنها ومضادة لنظام الكون معه، ثم يوجه حديثه للآلهة الاثنين والأربعين المحيطين بأوزوريس ويعيد نفيه لفعل المعاصي. ومن الملاحظ أن المونولوج الأول الموجه لأوزوريس أكثر تنظيما، ففيه قسمة المعاصي إلى معاصي ضد المجتمع مثل لم أقتل، لم أسرق، لم ألوث المياه، لم أزيد من وتيرة العمل المحددة سلفا، وأخرى خاصة بالتوازن الشخصي مثل لم أكذب، لم أكن غضوبا. ورغم أن النص من الفصول المستحدثة، أي لم يظهر في متون التوابيت ولا متون الأهرامات، ولكنه يمثل امتدادا للنصوص الجنائزية التي وصلتنا مدونة على جدران عدد من المقابر، أشهرها ما دونها حرخوف على جدار مقبرته في أسوان، وفيه يقدم نفسه بمونولوج طويل ساردا سيرته الذاتية، ثم يعدد محاسنه مثل لقد أعطيت الخبز للجائع والملبس للعريان، ثم يطلب من الأحياء المارين على قبره بالترحم عليه بالخبز والبيرة. شكرا على المشاهدة والاستماع. نتقابل في الجزء الثاني اللي هيكون بعنوان نصوص جنائزية 2 الاعتراف بالنفي. لو عجبك المحتوى برجاء دعمنا بكل الحاجات الحلوة اللي انت عارفها من اللايك والشير والاشتراك في القناة ولايك صفحتنا على الفيسبوك. والسلام عليكم.